السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الخامس للسنة الثالثة إعدادي اللي هو المحاليل الحمضية والمحاليل القاعدية. كتمهيد لهذا الدرس هذا، إذا خدينا على سبيل المثال عصير البرتقال وعصير الليمون، فالعصير اللي كيتميز بمذاق حمضي أكثر هو عصير الليمون. إذا الهدف من هذا الدرس هذا هو كيفاش ممكن نقارنوا الحموضة ديال هاد جوج ديال المحاليل هادو بلا ما نستعملوا حاسة الذوق. إذا لهذا الغرض هذا غادي نقوم أولا بتحديد ما هو المحلول المائي. إذا بالنسبة للمحلول المائي هو خليط متجانس، خليط متجانس بمعنى لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. نحصل عليه بإذابة نوع كيميائي صلب أو سائل أو غاز في الماء. نوع كيميائي صلب في حال مثلا السكر، أن السكر ممكن نذوبه في الماء، ومني كنذوبه في الماء فما كنبقاوش نميزوا السكر عن الماء، وبالتالي نقول بأنه خليط متجانس، بمعنى ما كنميزوش فين هو السكر وفين هو الماء، بمعنى لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجردة. أو سائل، كذلك توجد بعض السوائل اللي ممكن نذوبها في المحلول المائي، أو غاز في حال مثلا ثنائي الاكسجين ممكن اذابته في الماء. مثال ديال المحلول المائي عندنا محلول كلور الصوديوم. هذا المحلول ديال كلور الصوديوم نحصل عليه باذابه كلور الصوديوم. كلور الصوديوم اللي الصيغه ديالو NaCl، Na هي الصوديوم والCl هي الكلور. هذا كلور الصوديوم هو ملح الطعام، يعني هو الملح اللي كنستعملوا في الطعام في الماء الخالص. اذا ملي كنشدوا ملح الطعام وكنذوبوا في الماء الخالص فكنحصلوا على كلور الصوديوم، وهذا كلور الصوديوم فهو خليط متجانس بمعنى لا يمكن تمييز مكوناته بالعين المجرده. جيد، اذا السؤال اللي طرحناه قبل هنا كيفاش ممكن نقارنوا الحموضه ديال جوج ديال المحاليل بلا ما نستعملوا حاسه ديال الذوق. لهذا الغرض هذا العلماء ابتكروا واحد التقنيه اللي كتسمى بي اش. هاد بي اش هذه بي كتعني بوتونسيل، ثم اش كتعني هيدروجين. اذا بوتونسيل هيدروجين، اذا بوتونسيل هيدروجين ترجمه ديال باللغه العربيه بوتونسيل بمعنى قدره، هيدروجين بمعنى ايونات الهيدروجين. اذا بوتونسيل هيدروجين بمعنى القدره ديال تواجد ايونات الهيدروجين في واحد المحلول معين. اذا باش نعرفوا واش واحد المحلول واش حمضي او لا، كنشوفوا العدد ديال الايونات ديال الهيدروجين اللي فيه. اذا بي اش، تعريف ديال بي اش ديال المحلول المائي، اذا هو مقدار فيزيائي بدون وحده، هو عباره عن واحد المقدار كيساوي واحد الرقم بمعنى، وما عنده حتى وحده. مثلا ممكن نكتبوا مثلا بي اش ديال مثلا الحليب فهي كتساوي 6، اذا كنكتب 6 فقط بدون وحده، ماشي في حال مثلا الكتله مثلا كنقولوا الكتله ديال واحد الجسم معين مثلا هي 3 كيلوغرام، اذا كيلوغرام في هذه الحاله هو الوحده ديال الكتله. اذا هنا بالنسبه للبي اش محلول مائي فهو مقدار بدون وحده، ما عندوش وحده. هذا البي اش هذا فهو محصور ما بين 0 و 14، اذا المحاليل اللي كنعرفوا حنا البي اش ديالهم فهي كتكون محصوره ما بين 0 و 14. شنو هو الهدف ديال هذا البي اش محلول مائي؟ الهدف منه فهو كيميز لنا الحمضيه، الحمضيه كتعرفوها كاملين بحال مثلا ملي كتشربوا عصير البرتقال كتحسوا بواحد المذاق حمضي، كيميز لنا الحمضيه او العكس ديال الحمضيه. العكس ديال الحمضيه هي القاعديه، اذا العكس ديال الحمضي قاعدي. قاعدي مثلا بالنسبه لكم هو الماء ديال البحر، يعني اللي فايت فيكم شرب الماء ديال البحر ذاك المذاق ديال البحر هو اللي كنسميوه قاعدي. اذا قاعدي العكس ديال الحمضي او قاعديه محلول الماء، ويقاس باستعمام هذا بي اش محلول الماء باش نحسبوه او لا باش نحصلوا على القيمه ديالو. كاين جوج طرق، اما كنقيسوا باستعمال ورق بي اش او بواسطه جهاز بي اش متر. اذا هاد جوج تقنيات اللي كنستعملوا باش نحسبوا بي اش محلول مائي. اذا غنمشيو للفقره المواليه. اذا في الفقره المواليه قياس بي اش محلول مائي، اذا غنبداو اولا باستعمال ورق بي اش. هاد الشريط اللي كتشوفوا على الصوره هنا هذا هو اللي كنسميوه ورق بي اش. اذا ورق بي اش فهو كيحتوي على مجموعه من الالوان، وقدام كل لون كاين الرقم، واحد الرقم معين. ثم ان هذا الورق هذا فهو في الداخل ديالو كيتوجد فيه واحد الورق اللي مشبع بماده كيميائيه، فيه واحد الماده كيميائيه. اذا الطريقه ديال الاستعمال ديالو، كنقطعوا واحد الجزء من هذا الورق ديال بي اش كنوضعوا في واحد الصحن، ثم كناخذوا ذاك المحلول اللي بغينا نعرفوا القيمه ديال بي اش ديالو، وكنوضعوا فوق من الورق بضع قطرات قطره او لا جوج. كنلاحظوا بان هذا الورق ديال بي اش فهو كيتغير اللون ديالو. على سبيل المثال في الصوره هنا كتلاحظوا مثلا اللون اللي عندي هنا مثلا على ما اعتقد الوردي، كنرجع لهذه العلبه ديال ورق بي اش كنقلب على هذا اللون هذا، اذا اللون اللي عندي هو هذا. كنشوف الرقم اللي مكتوب حداه، الرقم اللي مكتوب حداه هو 3. اذا في هذه الحاله شنو كنقول؟ كنقول بان بي اش ديال هذا المحلول اللي استعملناه هنا كيساوي 3، اذا 3 فقط بقدر بدون وحده. اذا هذه هي الطريقه اللي كنستعملوا باش نحسبوا
القيمة ديال بي اش باستعمال ورق بي اش. إذا التعريف ديال ورق بي اش فهو عبارة عن ورق مشبع بمادة كيميائية، هو عبارة عن واحد الورقة اللي فيها واحد المادة كيميائية تأخذ ألوانا تختلف حسب طبيعة المحلول الذي يستعمل فيه. إذا هذا الورق هذا عنده الخاصية أنه كيغير اللون ديالو حسب المحلول اللي كيتستعمل فيه. مثلا استعملنا هذا المحلول هذا أعطانا وردي، ممكن مثلا نستعملوا محلول آخر وأعطينا أزرق أو أخضر أو أصفر إلى غير ذلك. إذا حيث كل لون معين يقابل عدد مكتوب على علبة ورق بي اش. اذا اي لون مثلا الا عطانا اصفر كنشوف واحد اصفر كاين مثلا رقم 5، اذا بي اش ديال المحلول هو 5. اذا عدد مكتوب على علبة ورق بي اش يسمى هذا العدد ب بي اش المحلول المائي. اذا هذه هي الطريقه اللي كنستعملوا بالنسبه لورق بي اش. اذا كما كتلاحظوا فهي طريقه بسيطه جدا. الان غنمشيو للطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هي استعمال جهاز بي اش متر. جهاز بي اش متر هو هذا اللي كتشوفوا في هذه الصوره. اذا في الاسفل ديال الجهاز هنا هادو كنسميهم المجسات، المجسات ديال الجهاز. ثم هنا عندنا الشاشه. اذا القيمه ديال بي اش كنقراو على الشاشه، كنشوفوا شحال القيمه اللي عندنا هنا على الشاشه. طريقة ديال الاستعمال ديالو، كناخذوا الكاس كنوضعوا فيه المحلول اللي بغينا نشوفوا القيمه ديال بي اش ديالو، وكندخلوا فيها الجهاز هذا وكنقراو القيمه مباشره على الشاشه. اذا لاحظتوا معايا هنا فالقيمه هي 7.1. الا تذكرتوا معايا المحلول اللي استعملناه بورق بي اش كان عطانا بي اش كيساوي 3. فالفرق بين ورق بي اش وجهاز بي اش متر ان ورق بي اش كيعطينا اعداد صحيحه، بمعنى اعداد اللي ما فيهمش الفاصله. صحيح انه كاينين بعض الانواع ديال الورق ديال بي اش اللي كيعطيونا القيمه اللي فيها فاصله، غير انه اغلبيه ديال الورق ديال بي اش اللي كتستعمل فهي كتعطينا اعداد صحيحه، يعني اغلبيه ديالهم ما كتكونش فيهم الفصيله. هنا بالنسبه لجهاز بي اش متر فهو كيعطينا قيمه اللي فيها فصيله، واحد العدد فيه فصيله. هذا العدد فيه فصيله هو اللي كنسميه في الريديات اعداد عشريه. اذا ورق بي اش كيعطينا قيم بي اش اعداد صحيحه، جهاز بي اش متر كيعطينا قيم بي اش اعداد عشريه. اذا بما انه كيعطينا قيمه وفيها فصيله معناتها انه كيعطينا قيمه دقيقه صحيح. إذا بي اش متر التعريف ديالو عبارة عن جهاز يستخدم للتعرف على قيمة بي اش محلول مائي بدقة أكثر، بمعنى إلا بغينا نعرفوا قيمة ديال بي اش ديال واحد المحلول بدقة كنستعملوا جهاز بي اش متر. علاش؟ لأنه كيعطينا قيمة دقيقة جدا، حيث يعطي قيمة بي اش المحلول مباشرة بعد إدخال مجسه في المحلول. إذا بمجرد ما كندخلوا الجهاز في المحلول كنقراوا القيمة مباشرة على الشاشة. إذا هادو هما جوج التقنيات اللي كنستعملوا لقياس بي اش محلول مائي. إذا غنمشيو فقرة موالية. الفقرة الموالية هي تصنيف المحاليل المائية. إذا عندنا نقوم بقياس بي اش محاليل مائية مختلفة فنحصل على النتائج التالية. الخانة الأولى عندنا مجموعة من المحاليل، ثم الخانة الثانية عندنا قيمة بي اش. إذا عندنا عصير البرتقال، الحليب، ماء خالص، ماء جافيل، ثم محلول الصودا. بالنسبة لكم أنتم غتعقلوا على أن الماء الخالص بي اش ديالو فهي دائما كتساوي 7، بالنسبة للمحاليل الأخرى غير مهمة بالنسبة لكم. إذا السؤال اللي غادي نطرحوه هنا، قارن قيم بي اش هذه المحاليل مع بي اش الماء الخالص. إذا تقارنوا بي اش ديال هاد المحاليل هادو مع بي اش ديال الماء الخالص. فإذا لاحظتوا معايا هنا عصير البرتقال والحليب القيم ديال بي اش ديالهم كيفاش دايره مع 7؟ انها اصغر من 7. اذا بي اش عصير البرتقال والحليب اصغر من بي اش الماء الخالص. ماء جافيل ومحلول الصودا القيم ديال بي اش ديالهم فهي اكبر من 7. اذا محلول الصودا وماء جافيل القيمه ديال بي اش ديالهم فهي اكبر من بي اش الماء الخالص. جيد، إلا خدينا هنا مثلا عصير البرتقال، عصير البرتقال قلنا بي اش ديالو فهي أقل من 7، بمعنى أصغر من بي اش الماء الخالص. إذا إلا بغينا هنا نصنفوا هاد المحاليل اللي عندنا في هاد الجوار، فنظركم لكم صنف غنصنفوهم. إذا غنصنفوهم من ثلاثة ديال الأصناف، الصنف الأول هما هادو، يعني اللي عندهم بي اش قل من 7، الصنف الثاني هما اللي عندهم بي اش كيساوي 7، والصنف الثالث هما اللي عندهم بي اش أكبر من 7. إلا خدينا مثلا اللي عندهم بي اش قل من 7، مثلا عندنا عصير البرتقال، عصير البرتقال ملي كنشربوا شنو هو المذاق اللي كنحسوا به؟ كنحسوا بمذاق حمضي. اذا وبالتالي جميع المحاليل اللي عندهم بي اش اقل من 7 فهي كنسميوها محاليل حمضيه. وهاد المحاليل الحمضيه شنو اللي كيميزها؟ كيميزها واحد الايون اللي كنسميوه ايون الهيدروجين اللي هو اش زائد، بمعنى في المحاليل الحمضيه كتوفر فيها ايونات الهيدروجين اش زائد بكثره. ثم الى خدينا الماء الخالص ملي كنشربوه واش كنحسوا بشي مذاق؟ لا، ما عنده حتى مذاق. اذا في هذه الحاله اللي عندهم بي اش كتساوي 7 فهي كنسميوها محاليل محايده، بمعنى ماشي حمضيه وماشي شي حاجه اخرى. الا خدينا ماء جافيل ومحلول الصودا مثلا، ممكن ناخذوا مثلا ماء البحر اللي عنده بي اش كيساوي 8، هذا الماء ديال البحر فيت اغلبيه ديالنا كيكون فيه تشربوه، واش عنده مذاق حمضي؟ لا. واش ما عندوش المذاق؟ لا. اذا كيتميز واحد المذاق، هذاك المذاق اللي كيتميز به هو اللي كنسميوه مذاق القاعدي، بمعنى محلول قاعدي. اذا العكس ديال الحمضي قلنا غنسميوه قاعدي. وهذه المحاليل القاعديه فهي كتميز انها كتحتوي على ايونات الهيدروكسيد واش ناقص، بمعنى كيكون
يكون فيها OH ناقص أكثر من H زائد. إذن غامر الخلاصة، إذن قلنا توصلنا في المحاليل المائية حسب قيمة pH إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول قلنا هما المحاليل الحمضية، هي اللي عندهم pH أصغر من 7، وكما شفنا في الفقرة الأولى قلنا بأن pH فهي ديال المحاليل فهي قلنا محصورة ما بين 0 و 14. إذن بما أن pH ديال المحاليل أصغر من 7، إذن غتكون صغر من 7 وأكبر من 0. إذن كاع اللي عندهم pH ما بين 0 و 7 كنسميوها محاليل حمضية. هذه المحاليل الحمضية يفوق فيها عدد أيونات الهيدروجين H زائد عدد أيونات الهيدروكسيد و H ناقص. إذن المحاليل الحمضية غتعقلوا على أن العدد ديال H بلس فيها أكثر من و H ناقص. الصنف الثاني هما المحاليل المحايدة. محايدة قلنا pH ديالهم يساوي 7. هاد المحاليل المحايدة العدد ديال أيونات الهيدروجين H زائد فيها كيكون مساوي لعدد أيونات الهيدروكسيد و H ناقص، يعني كيكون فيها نفس العدد. ثم غنمشيو لاخر صنف اللي هما المحاليل القاعديه. المحاليل القاعديه عندهم pH اكبر من 7، اذا اكبر من 7 وغتكون اصغر من 14، بمعنى كاع اللي عندهم pH ما بين 7 و14 فهي كنسميوها محاليل قاعديه. هذه المحاليل القاعديه العكس ديال الحمضيه. القاعديه يفوق فيها عدد ايونات الهيدروكسيد و H ناقص عدد ايونات الهيدروجين H زائد. الى شفتوا هنا في المحاليل الحمضيه فيها H زائد اكثر من H ناقص، القاعديه العكس، القاعديه و H ناقص اكثر من H زائد. جيد، اذا هذه هي خلاصه ديال هذه الفقره. غنمشيو لمساله اخرى اللي هي سلم pH. هذا سلم pH فهو مهم جدا. اذا كما شفنا في الفقره اللي قبل، فالقيمه ديال pH فهي محصوره ما بين 0 و14. اذا عندنا هذا الصنف الاول ما بين 0 و 6، في الوسط عندنا 7، ثم من بعد عندنا ما بين 8 و14. اذا اللي عندهم pH اقل من 7 قلنا كنسميوهم محاليل حمضيه، واللي عندهم pH كتساوي 7 قلنا كنسميوها محاليل محايده، واللي عندهم pH اكبر من 7 قلنا كنسميوها محاليل قاعديه. جيد، إلا خدينا على سبيل المثال عصير البرتقال، عصير البرتقال كنا قلنا بأن pH ديالو كيساوي 3.4، بمعنى مثلا في هذا السلم غيجينا في هذا المكان هذا. إلا خدينا عصير البرتقال وعصير الليمون، شكون هو الأكثر حمضية؟ الأكثر حمضية هو عصير الليمون. إذا عصير الليمون في نظركم pH ديالو واش غتكون أقل من 3.4 أو أكثر من 3.4؟ إذا بما أنه أكثر حمضية، إذا pH ديالو في هذه الحالة غتكون أقل من 3.4، إذا pH ديال عصير الليمون فهي غادي تكون ما بين 2 و 3.4. إذا هنا شنو كنستنتجوا؟ نستنتج بأن القيمة ديال pH كل ما كانت صغيرة كل ما كان محلول أكثر حمضية. جيد، إذا إلا خدينا هنا، إلا مشينا في هذه الجهة هذه، إذا عندنا 6 5 4 3 3 ثم 2 ثم 1 ثم 0، إذا كتلاحظوا أن قيمة ديال pH هنا شنو كيوقع ليها؟ أنها تتناقص. إذا عندما تتناقص قيمة pH شنو كيوقع الحمضية؟ تزداد حمضية المحلول. نعطيكم مثال، مثلا إلا خدينا واحد المحلول عنده pH كيساوي 2 ومحلول آخر عنده pH كيساوي 5، شكون أكثر حمضية؟ الأكثر حمضية هو هذا 2 هذا، علاش؟ لأنه هو اللي عنده أصغر قيمة pH، إذا اللي عنده أصغر قيمة pH كيكون أكثر حمضية، واللي أقل حمضية فهو 5، إذا غتعقلوا على اللي عنده أصغر قيمة pH هو أكثر حمضية، واللي كتكون عنده أكبر قيمة pH ولكن خصها تكون أقل من 7، واللي عنده أكبر قيمة pH وأقل من 7 فهو أقل حمضية، أولا ممكن تعقلوا عليها في هذا السلم، فهذو اللي عندنا هنا في هذه المربعات الكبار هما اللي كيكونوا أكثر حمضية من الآخر، مثلا إلا جيت نقارن مثلا 1 مع 2، اللي عنده مربع أكبر هنا هو 1، إذا 1 في هذه الحالة فهو أكثر حمضية من 2، و2 أكثر حمضية من 3، و3 أكثر حمضية من 4، إلى غير ذلك. جيد، إلى مشينا للمحاليل القاعدية، المحاليل القاعدية مثلا إلا خدينا ماء البحر، ماء البحر مثلا pH ديالو كتساوي 8، وإلا خدينا مثلا ماء جافيل pH ديالو كتساوي 10، فاللي ممكن مثلا نشربوه وما يدير لنا حتى حاجة، يعني ما يتسببش لنا حتى أضرة، هو ماء البحر. إذا في هذه الحالة إلا بغينا نحددوا شكون الأكثر قاعدية، واش ماء البحر ولا ماء جافيل؟ إذا الأكثر قاعدية في هذه الحالة هو ماء جافيل، علاش؟ لأنه كيشكل خطورة بالنسبة لماء البحر. إذا هنا شنو كنستنتجوا؟ إلا مشينا في هذا الاتجاه عندنا 8 9 10 11 12، شنو كيوقع pH؟ أن القيمة ديال pH كتزاد. إذن كل ما كتزاد القيمة ديال pH كتزاد قاعدية المحلول. إذن كتلاحظوا أن في هذه المحاليل القاعدية فهي العكس ديال المحاليل الحمضية. إذن في المحاليل القاعدية اللي كتكون عنده أكبر قيمة pH هو اللي كيكون أكثر قاعدية، واللي كتكون عنده أصغر قيمة pH هو اللي كيكون أقل قاعدية. نعطيكم مثال، مثلا إلا خدينا واحد المحلول عنده pH كيساوي 12، وخدينا محلول آخر عنده pH مثلا كيساوي
تسعود. شكون اكثر قاعديه؟ جيد، الاكثر قاعديه في هذه الحاله هو اللي عنده بي اش كيساوي 12، والاقل قاعديه هو اللي عنده بي اش كيساوي 9. اذا في المحاليل القاعديه غتعقلوا اللي عنده اكبر قيمه بي اش هو اكثر قاعديه، واللي عنده اصغر قيمه بي اش هو اقل قاعديه. اولا ممكن تعقلوا في هذا السلم هذا ان اللي عنده مربع اكبر فهو اللي كيكون دائما اكثر قاعديه. فمثلا اذا بغينا نقارنوا 14 هنا 14 مع مثلا 11، كتلاحظوا ان 14 في هذه البلاصه هذه ان المربع ديالها اكبر من 11، وبالتالي 14 فهي اكثر قاعديه من 11. اذا هذا كنسميوه سلم بي اش، هذا مهم جدا غيساعدكم باش تجاوبوا على التمارين اللي غتجي في النهايه ديال هذا الدرس هذا. اذا باش نعرفوا واش فهمتوا هذه الفقره هذه، نقوموا بهذا التمرين التطبيقي. اذا في التمرين عندنا يعطي الجدول التالي قيم بي اش المحاليل المائيه التاليه. اذا الخانه الاولى عندنا المحلول، عندنا الخل، ماء جافيل، ماء الخالص، ماء البحر، مشروب غازي، ثم عصير البرتقال. اذا مشروب غازي هما دوك المناضات بصفه عامه بلا ما نذكروا اسماء ديالهم. اذا الخانه الثانيه عندنا قيمه بي اش، ثم الخانه الثالثه عندنا صنف المحلول. اذا اول سؤال، اذكر الوسيله المستعمله لقياس بي اش هذه المحاليل. بمعنى شنو هي الوسائل اللي استعملنا باش قسنا المحاليل؟ فما كما كتعرفوا باش نقيسوا القيمه ديال بي اش كاينين جوج ديال الطرق، اما كنستعملوا ورق بي اش او جهاز بي اش متر. اذا قبل ما نبدا نجاوب على هذا التمرين، غادي تحاولوا توقفوا هذا الفيديو هذا، حاولوا تجاوبوا على التمرين باش تشوفوا راسكم واش فهمتوا اولا لا، عاد من بعد طلعوا على الحل. جيد، اذا مروا للجواب. بالنسبه للسؤال الاول، ما الوسيله المستعمله لقياس بي اش هذه المحاليل؟ اذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نشوفوا بالجدول القيم ديال بي اش كيفاش دايره. اذا عندها 3.0 11.4 7.0 الى غير ذلك. اذا هذه الاعداد كيفاش دايرين؟ انها اعداد عشريه. اذا بما انها اعداد عشريه، اذا فالوسيله المستعمله في هذه الحاله هي جهاز بي اش متر، لانه قلنا بان الجهاز اللي كيمكننا او اللي كيعطينا قيم مضبوطه او دقيقه هو جهاز بي اش متر. فهذا السؤال عندنا التعليل ديال الجواب. التعليل ديال الجواب ان القيم ديال بي اش كيفاش دايره؟ عباره عن اعداد عشريه. اذا لان قيم بي اش المحاليل اعداد عشريه، وكون ما كانش مثلا فيها الفصيله فهاد الحاله غادي تكون اعداد صحيحه، وبالتالي غتكون الوسيله هي ورق بي اش متر. اذا غنكتبوا ورق بي اش متر لان قيم بي اش اعداد صحيحه، هذا الشيء كون ما كانش الفصيله هنا. اذا السؤال الموالي، عندنا تصنيف المحاليل. تصنيف المحاليل معناتها نصنفوا المحاليل الى حمضيه ومحايده وقاعديه. نبداو بالمحاليل الحمضيه. المحاليل الحمضيه قلنا هي اللي كتكون عندها بي اش اقل من 7. اذا غنشوفوا في الجوج شكون عندهم اقل من 7. اذا غنبداو اولا عندنا الخل اقل من 7 عنده 3، اذا فهو حمضي، ثم مشروب غازي، ثم عصير البرتقال. اذا هادو كاملين عندهم بي اش ديالهم اقل من 7. غنمشيو للمحاليل القاعديه. المحاليل القاعديه عنده قلنا بي اش ديالهم اكبر من 7. اذا اللي عنده بي اش اكبر من 7 هنا هو ماء جافيل، اذا فهو قاعدي، وماء البحر كذلك فهو قاعدي. ثم الصنف الثالث هما المحاليل المحايده، وهي اللي كتكون عندهم بي اش قلنا كتساوي 7. اذا ماء الخالص. جيد، غنمشيو للسؤال الثالث. السؤال الثالث، حدد المحلول اكثر حمضيه. اذا غتعقلوا مزيان، في المحاليل الحمضيه اللي كيكون اكثر حمضيه هو اللي كتكون عنده اصغر قيمه بي اش. اذا الا شفتوا في الجدول هنا، اصغر قيمه بي اش هنا هي 2.5 ديال مشروب غازي. اذا الاكثر حمضيه هو مشروب غازي. المحلول الاقل حمضيه، المحلول الاقل حمضيه غتعقلوا عليه هو اللي كتكون عنده اكبر قيمه بي اش، ولكن خصها تكون صغر من 7. علاش؟ لانه كنهضروا على المحاليل الحمضيه. اذا اكبر قيمه هنا في هذا الجدول هذا وصغر من 7 هي 3.84 ديال عصير البرتقال. اذا عصير البرتقال فهو الاقل حمضيه. السؤال الرابع، حدد المحلول الاكثر قاعديه. اذا بالنسبه للمحاليل القاعديه فهي العكس تقريبا ديال المحاليل الحمضيه. المحلول الاكثر قاعدي هو اللي كتكون عنده اكبر قيمه بي اش، اكبر قيمه بي اش وكبر من 7. اذا اكبر قيمه بي اش هنا في هذه الجوال الكبيره على 7 هي 11.4. 11.4 ديال من؟ ديال ماء جافيل. اذا الجواب هو ماء جافيل. اذا ماء جافيل هو الاكثر قاعديه. المحلول الاقل قاعديه هو اللي عنده اصغر قيمه بي اش واكبر من 7 في نفس الوقت. اذا اصغر قيمه هنا في هذا الجوال وكبر من 7، اصغر قيمه وكبر من 7 هي 8.1 ديال من؟ ديال ماء البحر. اذا ماء البحر فهو الاقل قاعديه. جيد، السؤال الموالي. السؤال الموالي عندنا رتب المحاليل، رتب المحاليل حسب تزايد الحمضيه. اذا هذه المحاليل اللي عندنا في الجوال غنرتبهم حسب تزايد الحمضيه. تزايد شنو معناتها؟ غنمشيو من الاصغر الى اكبر، بمعنى من الاقل حمضيه لاكبر حمضيه. فكما جاوبنا على السؤال اللي قبل، عندنا المحلول الاقل حمضيه قلنا هو عصير البرتقال. اذا غنبداو بعصير البرتقال. شكون اللي غيتبعوا؟ غيتبعوا الخل. علاش؟ لانه كنمشيو حسب القيمه ديال بي اش، ثم تابعوا مشروب غازي. اذا ترتيب المحل، اذا هو عصير البرتقال، ثم الخل، ثم مشروب غازي. التعليل ديال الجواب،
باش نعلو الجواب، الا خدينا عصير البرتقال شحال القيمه ديال البي اش ديالو في الجواد؟ 3.84. اذا غنجي هنا فوق منه غنكتب 3.84. الخل في الجواد القيمه ديال البي اش ديالو هي 3، ثم مشروب غازي هنا القيمه ديال البي اش ديالو هي 2.5. اذا باش نعلو الجواب غنشوف هذه المحاليل هادو شنو هي الطبيعه ديالهم، هي محاليل حمضيه. اذا كنكتب لان في المحاليل الحمضيه كنشوف هنا البي اش شنو كيوقع ليها، كانت عندنا 3.84 شويه رجعت 3 شويه رجعت 2.5، واش كتزاد ولا كتنقص؟ كتنقص. اذا التعليل ديال الجواب لان في المحاليل الحمضيه عندما تتناقص قيمه بي اش تزداد حمضيه المحلول. جيد، اذا هذا هو التعليل اللي عندنا. اذا لان في المحاليل الحمضيه عندما تتناقص قيمه بي اش تزداد حمضيه المحلول. اذا هذا هو كان الجواب ديال هذا التمرين هذا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، انتظروا الجزء الثاني غادي نلحقوا قريبا ان شاء الله. اذا كانت هذه اول مره كتشوف في هذه القناه هذه ولا الفيديوهات ديالنا، ما تنساش تضغط على زر صابوني او زر الاشتراك اللي غتلقاه اسفل هذا الفيديو، وما تنساش كذلك الضغط على زر الاشتراك للتوصل بجديد القناه ديالنا، وكذلك ما تنساش زياره موقعنا adrafysique.com. اذا الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، ودمتم في امان الله.